لماذا بورسعيد في رأيك وأنت مواطن بورسعيدي؟ يعني إيه السبب إن إحنا أول ما هنبتدئ مشروع التأمين الصحي ابتدينا التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، أول ما هنبتدي عاصمة للثقافة المصرية ابتدينا من محافظة بورسعيد، أول ما ابتدينا ميكنة الخدمات الحكومية ابتدت كلها من بورسعيد. اشمعنى يعني؟ إيه اللي بيحصل عندكم يعني؟ والله يا بورسعيد دايما مدينة عالمية، مدينة لها اسمها التاريخي، أيضا عدد سكانها يمكن هو الأقل ما بين محافظات مصر، ولها علاقات وثيقة بجيرانها سواء إسماعيلية أو سيناء أو دمياط، وهي تعتبر أحد مداخل مصر الشمالية من مدخل الشمال الشرقي. عاوز أقول لحضرتك إن كان في شاعر إنجليزي اسمه كوبلينج، هذا الشاعر هو من أصل هندي، قال هناك مكانان في العالم يمكن أن تلتقي فيها بصديق عزيز قد يأتي آجلا أو عاجلا، هما موانئ بورسعيد وموانئ لندن. الكلام ده قاله سنة كام؟ 1905 بالظبط بالتحديد. كان في حرص فظيع على زيارة بورسعيد كما حتى لو كان كمحطة ترانزيت يعني تقصد؟ طبعا طبعا، بورسعيد أصلا فيها ميناء محوري، هي يعني أعتقد الاختيارات كانت لأن عدد سكانها أصلا حوالي تقريبا 800 ألف مواطن. أيوة. في محافظات تانية بالملايين، فده السبب الرئيسي. يعني ربما يكون مرسى مطروح أقل منها، لكن بورسعيد قريبة من مصر، قريبة من المدينة برضو، مزدحمة بالسكان، فيها مستشفيات، فيها رعاية، المواطن فيها على أسلوب عالي جدا من الثقافة والعلم والمعرفة والتعليم. فالبداية دائما لازم تكون منشطة، والحمد لله كل الفعاليات اللي تمت وكل البدايات سواء قطعة التموين أو الرعاية الصحية أو حتى كان من تجربة الغاز البنزين بالبطاقات، كان أول بورسعيد من المدن أو المحافظات الأولى اللي هتنافس هذا البرنامج، هي مثال جيد لأنها مدينة نظيفة ومدينة جميلة، مدينة راقية بأشخاصها بأبنائها، وإحنا الحمد لله يعني سعداء جدا. أنا كمواطن أنا سعيد لنا بورسعيدي وبنعم بهذه الخيرات على أرض مصر. طيب أستاذ جمال، أخيرا عايز أسألك عن تصريحات دكتور إناس عبد الدايم بشأن هذه المناسبة أنها تأتي ضمن تحقيق خطط تحقيق العدالة الثقافية. أنا عايز أخدها بقى من حتة تانية اجتماعية وسياسية. بصراحة كده الانفتاح أثر علينا لما جه وكانت منطقة الحرة في بورسعيد، وفكرة البضايع والبيع والشراء والفلوس والشعوب الساحلية معروفة بشطارتها في هذا الأمر. يعني هل بتشوف أن عودة القيمة الثقافية مرة أخرى للمواطن عن طريق اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية هتساهم زي ما قالت دكتور إناس أن الثقافة والفنون هما الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها على العقل والفكر المتوازن؟ طبعا مكافحة بقى البطالة، مكافحة الإرهاب، مكافحة حاجات كتير تأتي من الثقافة والفنون، إيه رأيك؟ أنا طبعا أوافقك الرأي على هذا الكلام. بورسعيد لما أقيمت كمدينة حرة لم يتم إقامتها بالشكل اللي كان يبغيه أو يريده الرئيس الراحل أنور السادات. أنا برضو كمواطن كان نفسي بورسعيد تكون زي هونج كونج ومكة وسنغافورة والمدن الحرة الموجودة في العالم، لكن للأسف كلنا انضربنا وراء الربح القليل أو الربح الكبير، ونسينا المهن اللي اندثرت في بورسعيد. كان أول بورسعيد فيها المكواجي والبقال والمقص الجزمجي الإسكاف ما كانوا معروف، المهن البسيطة الجميلة اللي كانت موجودة اندثرت خالص، أصبح المحلات كلها عبارة عن علبة موجود فيها القماش وموجود فيها القمصان والبنطلونات. فدي أكيد أثرت على الفكر البورسعيدي خلال فترة من 76 يمكن لغاية 2001 اللي بدأت فيها تغدس المنظار حرة عقب حادث رئيس حسني مبارك الله يرحمه في عام 99. يمكن بورسعيد تضررت شوية من هذا الحادث، ده حدث يعني كلنا عارفينه، لكن بصفة عامة المجال كويس جدا الآن، في بدأت الثقافة تعود للمواطن، بدأت الاستكشافات للمواهب بورسعيد، بدأت بورسعيد تنمو بشكل كويس ثقافيا، ده طبعا بالإضافة لزيادة للإنترنت اللي بتزود من ثقافة الأطفال والشباب، أصبحت شاب عنده قدرة على التواصل مع الأدب ومع الإبداع
وابداعه مع الفنون ومع الشعر ومع الرقي، كل ده اللي كان ليه تاثير كبير جدا خلال الفتره اللي احنا الماضيه اللي شفناها. انا كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه ايضا، استمرارا للفعاليات هيتم اقامه ورش عمل يوميه كل يوم حد من يوم 4 وحتى يوم 31/12 زي ما قال المخرج محمد السوقي. هذه الفعاليات هتضم هواه التصوير وهواه الخط، وهكون في ورش بيشارك فيها متخصصين وبالمجان علشان ابناء بورسعيد. انا شايف ان دي ثوره جديده. مشكورك جدا يا استاذ جمال، حاجه رائعه ونورتنا. الله يخليك، شكرا جزيل الشكر للاستاذ جمال نوفل الصحفي بجريده المصري اليوم من بورسعيد كان معانا. واتمنى بقى هنيئا لجمهور السمسميه، واتمنى ان بورسعيد تورينا بقى الالحان الخاصه بيها والرقص البنبوطيه واللبس القديم والبحاره والحاجات الجميله. ان شاء الله هيكون معانا يعني اكتر من فقره خلال السنه ديت من فعاليات هذا الاحتفال بورسعيد عاصمه الثقافه المصريه 2021. بشكركم، بكره ان شاء الله حلقه جديده، تصبحوا على خير.